السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا الشباب؟ كيف حالكم أيها الفتية؟ صباح الخير، وإن كنتم مساء مساء الخير. طيب، اليوم عندنا ساعة تعليمية لمن يريد أن يثقف نفسه، يعلم نفسه، يتعلم من أسرار السوق، أسرار التحليلات الفنية، كيف تختار سهمك المفضل الأفضل؟ يعني ما اخذ سهم بدل يقعد يومين ثلاثة أربعة خمسة ما يطلع، نبغى السهم اللي احتمالات ارتفاعه في نفس اليوم أو ثاني يوم أعلى. وكيف أيضا نكشف التجميع، إذا هل في شخص ما في السهم، نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه التوفيق، لا إله إلا الله. طيب، في عندنا عدة شروط مهمة، أهمها هذا، شايفين هذا الماكد، هذا الماكد 4 ساعات، هذا من أهم الشروط الناجحة بإذن الله في ارتفاع السعر، اللي هو ماكد 4 ساعات فوق الصفر. هنا عندنا ماكد 4 ساعات فوق الصفر، وعندنا هنا ماكد 4 ساعات، هذا أهم شرط بإذن الله تعالى لارتفاع السعر. هذا واحد. بعد عندنا اليومي 4 ساعات إشارة أولية، وعندنا يومي أيضا إشارة تأكيدية وأفضل، لكن ما انتظر اليومي. 80% من الشركات ترتفع مع ال4 ساعات، بعضها تتأخر لليومي زي ما صار مع جمجوم يوم الخميس، وزي ما صار مع الخدمات الأرضية، وزي ما صار مع زجاج. الآن ندخل نوريكم إيش صار. هذا الماركت اليومي، هنا عندنا هذا جمجوم بعد ما اخترق الصفر، فوق الصفر طلعت الشمعة. طيب، أيضا خدمات الأرضية، هذا الخدمات الأرضية هنا اخترق اليومي وبدأ يرتفع من 30 70 30 85. طيب، أيضا زجاج نفس الطريقة، هذا الزجاج هنا اختراق، وشوف الشمعة كيف. طبعا 4 ساعات إيجابي دائما يسبق الإيجابية، ويسبق اختراق الصفر قبل اليومي، دائما قبل ال4 ساعات قبل اليومي، في السلبية والإيجابية، في اختراق الصفر والهبوط تحت الصفر. طيب، نبغى نروح الآن على موضوع آخر، اللي هو طلبات العروض. طلبات العروض مهمة جدا. خلينا نشوف زجاج، لو نلاحظ هنا في تجمع للطلبات 34 34 5 34 10، هنا في طلبات وهنا 1700 1800. لو تيجي قبل 4 أيام ما تلقى، ما لا يوجد أي طلبات. إذا المضارب أو الصندوق أو أيا كان اشترى كميات في السهم، يبدأ يدافع عن سهمه، ما يبغى ينزل، يدافع عنه. كيف يدافع عنه؟ يحط طلبات. هنا أنا أعرف إنه في شخص في السهم، زي مين؟ زي كاتريون. كاتريون ارتفع، نفتح اليومي، نفتح اليومي، هذا كاتريون. هنا هذه شمعة ارتدادية مؤكدة؟ لا، هنا جاني تأكيد، هنا الشمعة دي جاني تأكيد. ليش؟ طلبات مستمرة، طلبات مستمرة، طلبات مستمرة، نفذ ال110 والسوق نازل، وبطل ينفذ بال110، صار ب111 111 40 111، نفذ 12 ورجع اخر السوق، اختبر 10 80 وراح في المزاد 111 60، وطلبات طلبات. هنا كان في دخول سيوله، لكن ما تكفي شمعه واحده، ما تكفي، دائما انا ما اعتمد على شمعه واحده. شوف زي هذه، احمر احمر اخضر، هنا الشمعه اعطت لون متصاعد، هنا ايش؟ 29 29 لون متساوي، هنا لون متصاعد 10 اعلى من الادنى هنا وهنا.
والطلبات بدأت تتحقق، طلبات 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 طلبات، وأيضا ارتفع يوم الخميس، كان في طلبات جيدة. الآن احنا منتظرين اختراق القمة هذه، إذا اخترقنا القمة هذه ما عندنا إلا القمة الساق بإذن الله تعالى. طيب نخرج من هنا، وأيضا نروح لعلامة أخرى مهمة جدا، واللي هي إيديكس 4 ساعات. هذا إيديكس 4 ساعات، نشوفه شايفينه كيف؟ هذا إيديكس 4 ساعات، المطلوب الأخضر فوق بعده الأزرق بعده الأحمر. ممكن إنك أنت تدخل مع التقارب، يعني ما تنتظر الاختراق، ممكن تسبق، تسبق ايش؟ الاختراق. هنا عندنا علامة الآن على 4 ساعات ممتازة، نفذها جمجمة فارما. السهم هذا متعب شوية، متعب يعني، لكن شوف السمعة ذي كيف، أي سهم يعطيك شموع زي كذا هذا متعب، هذا شايفه كيف؟ شوف كاتريون كيف، شوف لما ارتفع كيف، شوف الارتفاع بطريقة يعني خفيفة، وشوف هنا يعطيك ارتفاعات ما يهزك تحت، ما يهزك، ما أحب السهم اللي يهز تحت أنا، إيه. لأنه ممكن يهزك تحت وتقول لا يرجع، وبعدين تتفاجأ إيش؟ تتفاجأ إنه نزلك 4 5 ريال، أوقف خسارة ولا ما أوقف خسارة كمضارب؟ طب نزلني، لا ما أحب السهم اللي زي كده، واضحة؟ ايضا كاتريون اعطانا علامه على 4 ساعات، ايضا هذه العلامه واضحه، وهذه اليوميه وهذه الاسبوعيه. الاسبوعيه حاول، وهذا الشهري، شهري ممتاز. طبعا هذا موضوع اخر، انا عندي، انا تركيزي الان على 4 ساعات، انا يهمني ال4 ساعات، يهمني ال4 ساعات. عندي ساعه، شوف الساعه هنا بدت، بدت وعندي 4 ساعات، هذه أهم اثنينك، أهم اثنين. خلينا نشوف استرا، شوف استرا، هذا استرا قدامنا أعطاني 4 ساعات هنا بكم؟ ب99. وين رحنا؟ لقينا نسبة. ايديكس 4 ساعات من أهم العلامات والمضافة للمنصة والداخلة في البرمجة للمنصة. عندي هنا ايديكس من دقيقة إلى شهر، حاطين هنا الايدكس، طبعا غير كافي الايدكس لحاله، ولكن اشاره ممتازه مسوين، احنا مضيفين عده شروط، حاطين عده شروط جيده، تمام. عندنا الايجابيه الاسبوعيه على الماكت وعلى الستوكاستيك. الاستوكاستيك مهم جدا لموجة جميلة، استوكاستيك شهري مهم للانطلاقات والنسب. خلينا نشوف كاتريون عنده ولا ما عنده، لا عنده الاسبوعي فل والشهري فل واليومي وال4 ساعات، باقي عندنا هنا الشهري، استوكاستيك شهري ما في. تعال نشوف الشهري ممتاز، الماكر الشهري جدا ممتاز، هنا في تقارب الآن، شوفوا الموجة هذه كيف كانت، شوفوا الموجة كيف ذي كانت قوية، شايفين هنا هذا اختراق شهري إلى هنا. خلينا نشوف كم حققت، كم حققت في المية من هنا، 80%، 80%. نبدأ الآن نقول 4 ساعات ماكد، 4 ساعات فوق الصفر، ماكت يومي إيجابي ويفضل فوق الصفر أو متقارب من الصفر، ستوك آستيك أسبوعي، إيدكس 4 ساعات، هذه مؤشرات هامة جدا. ولا ننسى في الأخير السيولة، شوف السيولة السعرية اللي حاطها في المنصة، كاتريون شهر 10 28 مليون، شهر 11 17 مليون، أي ما زالت السيولة الشهرية في السهم،
ما زال السهم السيولة الشهرية داخلة فيه على الشهر 10 وشهر 11، هنا علامة لاستمرار الصفقة. طبعا يطلع ريالين يطلع 3 ريال، هذا موضوع. دخلنا هنا الأسبوع اللي فات علامة أقوى إنه عندي دخول 14 مليون على الأسبوع هنا، ودخل عندنا هنا 7 مليون، وبدت السيولة الأسبوعية واليومية في الدخول، وهذه علامات إنه إيه؟ إنه في سيولة إضافية، لأن السيولة الشهرية ما زالت موجودة. حتى هنا خلينا نشوف، لا هنا عندنا، لحظة نتأكد، هنا خرجت السيولة، هنا دخلت 50 93، هنا خرجت. طيب هذا موضوع آخر ما يهمنا. احنا لنا شهر 10 اللي فات دخلت السيولة، حلو، وجينا في شهر 11 أيضا دخلت السيولة، هنا ما زالت السيولة الشهرية تمام. أنا ما يحتاج إني أخاف، لأنه في ناس كثير يخاف يبيع السهم بمكسب ريالين ويقول راح عليه السهم طلع 40 ريال. تابع السيولة الشهرية والأسبوعية، آخر معاقل السلبية هي الشهرية. شفت السيولة خرجت، قول له السلام عليكم، خلاص خلاص. تمام. طيب نبغى نروح الى مؤشر اخر مهم جدا، اللي هو الار اس اي مع المتوسطات، اللي حطينا هنا له علامه اللي هو هذا ايش. هنا المتوسطات شهري سولوشن تمام، سلمان الحبيب لا، اكو باور تمام، دلة لا، بوبا لا، بوبا لا شهري ولا اسبوعي ولا يومي، هذه اشاره سلبيه، ولا 4 ساعات، جمجوم فارما فل، استرا الصناعية فل، المصافي فل يا اخوان. طيب لكن نتأكد هل هي فوق جميع المتوسطات ام لا؟ لنشوف. متوسط واحد فقط، متوسط 6، يفضل يكون فوق جميع المتوسطات. طيب ما اشرح شيء الان على المصافي. مصافي بدأ يضيق في منطقة، في منطقة ضيقة الآن، وبدأ أعطانا بربولك شهري، وأيضا البربولك هذا من المؤشرات، مؤشرات اتجاه جيدة. المتوسطات 22، هنا عندي في الشمعة دي صار الشهري إيجابي. طيب هنا 99، اخترقنا الشهري وقفلنا تحت، في تقارب الآن هنا على المصافي، هنا في تقارب، أرباح السهم متواضعة يعني ما تعطيني، لكن السهم مضاربة. طيب الآن عندي منطقة، المنطقة هذه هل نخترق الشهري؟ بدأت تضيق الآن، يعني بدأت تضيق عليه، بدأ ينزل عليه هنا على 90، وهنا السهم نتابع، مو شرط إنك أنت تفكر في الصفقة خلال يومين، ممكن تتابعها قبلها بشهر بشهرين. الآن لو اخترقنا هنا ممكن ناخذ موجة، ممكن ناخذ موجة قادمة على الشهري إلى هذه المنطقة إلى 148، وارد وارد المنطقة دي واردة، إذا اخترقنا شهري المنطقة دي واردة، ما في منطقة هنا. كم هنا؟ 114 أيضا قمة سابقة، هذه 114 واردة، والقمة السابقة اللي هي هذه واردة، اخترقنا شهري. في عندنا أيضا إكسترا قاعد في نفس المنطقة وأرباحه ممتازة، شوف الشمعة وين؟ شايفين الشمعة فين؟ إيه، عندنا 89 خط زقزاق، وعندنا 93 وارد أيضا، اختبر المنطقة دي اللي هي 98 و97 وارد، وارد كمان نروح إلى 106. هذه صفقات سرت عليها تجميع بطيء، تجميع بطيء، وفجأة تلقى السهم طار وانت ما تدري. طب كيف طار؟ خلي الشمعة تقفل فوق الشهر، الشهر هذا، وخلي ايش، شوف الماركت كيف يتقارب. هذه صفقات تتابعها من بدري، الصبر، خليك صابر. هنا
اخترقنا المتوسطات واقتربنا ان نخترق الماركت الشهري. اول ما نخترق الماركت الشهري تنسى السهم انت خلاص، تنساه مره واحده، خلو شوف فين يروح، فين يروح. طبعا الار اس اي هنا ممتاز اكسترا، عندنا هنا لو الاحمر ينزل والازرق يرتفع على الشهر يصير ممتاز جدا. ايضا عندنا واضح ارتفاع هنا، هبوط في الاورن داون وارتفاع في الاورن اب، هذا على الشهر. وستوك استيك طبعا جيد، اعطانا حركه حلوه اكسترا اشتغلنا معاه. طبعا عندنا عيشة شبع مبروك هنا كمان، يعني شبع مبروك على الاسبوعي، هذه مقاومه شايفينها، هذه خطين، خط زقزاق وهذا ايش؟ 100 بسيط، اخترقناها ممكن ناخذ انطلاقه الى 20% وممكن تزيد اكثر من كده. اسبوعي ممتاز. ستوك استيك ما زال ممتاز. ار اس اي ما زال ممتاز، هذه شيء شغله بسيطه. على الاسبوعي ايضا شوف بدا يطلع ارتفع الازرق، لو ينزل الاحمر يكون احلى واحد. ما تدخل وتنام مع شهرين، تراقب من بعيد وتحط السهم قدامك ثبته هنا، هذا اكسترا هنا ثبته، هذا اكسترا، اكسترا ونحط هنا كمان اكسترا، خلاص يصير قدام عينك وتراقبه بشكل مستمر وتشوف التغييرات اللي تصير عليه. عندي 52 56 56، نبغى ارقام احلى، نبغى 55 نبغى 60 نبغى 62 66، وقتها تحط تدخل مع السهم وتقفل. هذه مناطق الانطلاق، لانك انت يعني انا شرحت لكم الحمد لله الموارد، خلال اسبوع قفل نسبه اعطاك 10%، شرحت لكم ايضا ما شاء الله تبارك الله الابحاث، ثاني يوم 7 ريال سوليوشن، ثاني يوم 10 ريال 10 ريال، واذا انت اخذت حطيت طلبك شويه تحت ب 14 ولا 15 اخذت 12 11 ريال، هنا الشطار انك تلقط السهم. الان عندنا تحت المراقبه اكسترا وزجاج، زجاج لو نفك الاسبوعي الان، هذا الاسبوعي نلقى السهم اخترق 43، الان عندنا هذه المقاومه ممكن نروح الى 45. ايش المحفز؟ المحفز هو الخط الجديد، الخط الجديد حق اللي اعلن، عندنا اعلان هنا، عندنا هنا اعلان الاخبار، هنا في اعلان ممتاز، خط سادس لانتاج العبوات الزجاجيه، خبر ايجابي. طبعا ارباح الشركه بصراحه يعني فيها ميزه انها ارتفعت الربع الحالي عن الربع السابق، هذه برضو ميزه، هذا خبر جيد. صح ان الارباح نازله عن السنه اللي فاتت تمام، لكن الارباح مرتفعه، شفنا نقي كيف سوى وكان متوقع، حللناه أكثر من مرة، نقي أكثر من مرة حللناه في جلسة إغلاق السوق، لازم جلسة إغلاق السوق تتابعها من أول دقيقة لآخر دقيقة. أي إحنا ناخذ مجموعة من الأسهم الإيجابية، ولما يفتح السوق أنت تشوف، تذهب إلى السيولة والطلبات، مهمة الطلبات والإيجابية اللحظية، تمام؟ توكل على الله، توكل على الله، التوفيق بيد الله. ما هي الإيجابية اللحظية؟ الإيجابية اللحظية هي ماكت دقيقة 5 دقائق، ار اس اي من دقيقة إلى ربع ساعة، وربع ساعة هنا الإيجابية على الربع ساعة. طبعا ما نحلل احنا في الغالب سهم سلبي على اليوم 4 ساعات، اي في الغالب ما نحلل الا اذا كان ايش في النظام الاخر اللي نقول عليه ايش، افتتاح الشمعة بالكامل اسفل البولينجر، هنا في ارتداد من مناطق دعم،
اللي هي ايش؟ زي ايش؟ حللناها سابقا في جلسة اغلاق السوق، هذا السعود الالماني. هنا هذه الشمعة، هذه الشمعة شايفينها، وهذه هذه فتحت 52 ونص ونزلت الى 51 ونص، صارت ايش؟ صارت افتتاح الشمعة بالكامل اسفل البولينجر والشمعة حمراء. هذه هي، هذه هي، هذه هي. وين رحنا بعدها؟ ها 64 90، ما لي شغل انا في الكلام ده، ينزل يرتد. هنا موضوع اخر، هنا الصفقة تفتح، هنا الصفقة تغلق. تحت البولينجر اسبوعي، يوم اشتريت بعت فوق البولينجر يوم، نزل ارتفع، هنا مدارس اخرى ما لي علاقة فيها. هنا صفقتك، هذه صفقتك، ها من هنا إلى هنا 26%، شفتها زي اللوز، 26% زي اللوز. سواها أيضا مين؟ نرجع للتاريخ، هذا وقت الليل، هذا وقت الليل، شايفين هنا 30 ثمانية، هنا كم؟ 32. وين رحنا؟ 53 مرة ثانية، هنا 30 ثمانية، يومين بس، ركز معايا، يومين بس، 30 ثمانية، تمام؟ يومين، يوم يومين، كم؟ 49، شفتها؟ ها 14%. طبعا هنا الشمعة ما هي كاملة، هنا جزء من الشمعة، هنا جزء من الشمعة وليست كاملة. هذا درس متفرع من الدرس الأول، في شمعة كاملة وفي جزء من الشمعة، هذا جزء من الشمعة. نوريكم الحفر أفضل، ثاني الحفر، هذا الحفر، هذا الحفر، شمعة كاملة عشان بس ما نخربطكم، بس هذه شمعة كاملة شايفينها بالكامل حمراء بالكامل، وهذه الشمعة فتحت وراحت. كم؟ اشتري أسفل البولينجر يومي وبيع أعلى البولينجر، كم؟ 27%، 27%. هنا جزء من الشمعة، طبعا أنت تراقب وقتها وتشوف الطلبات والعروض، أنت تراقب وتشوف الطلبات والعروض، هنا جزء من الشمعة شايفينها. طيب وين راحت؟ 16%، جزء من الشمعة. يفضل الشمعة الكاملة أضمن، أعطاك جزء من الشمعة، الطلبات مضبوطة، الإيجابية اللحظية تمام، سيولة قول بسم الله الرحمن الرحيم. عدة مدارس تحفظها، تعرف الارتداد وين، وتركز على الأسهم القوية لأن هي الأفضل في الارتداد. شفنا الحفر من 161 إلى 200، مو تروح تاخذ لي سهم ضعيف جدا، ضعيف خاصة على الار اس اي، هذا يطول معك، هذا يطول معك. طيب موضوعنا الأخير الآن، بتكلم على جرير، جرير مو على السهم. عندي الآن إيجابية يومية وأربع ساعات، حلو، وعندي ستوكاستيك أسبوعي، حلو. طيب عندي الآن إشارة، هذه خطوط كلها قديمة نشيلها، هي بعض الناس يقول هذه معقدة، كل ما فتشت أكثر تأخذ نتيجة أفضل وأعلى. طيب عندي هنا هذا جرير، هذه قمة سابقة 16.72، عندي هذا خط زقزاق وهذا خط، هذه الشمعة الآن اخترقت بالكامل الخطين، هذه علامة جدا ممتازة، جدا ممتاز. طيب عندي ايضا هنا الماكد الاسبوعي اخترق، هذا الماكد الاسبوعي اخترق واغلقنا على الاختراق لاول مره من منطقه الارتفاع اللي هنا، هنا خروج هنا دخول، تمام. يفضل، شوف اخذنا علامه دي، يفضل انه اخترق المتوسطات كعلامه اضمن،
يعني الماكت الاسبوعي اعطاني علامه اوليه هنا ممتازه، لكن يفضل انها تكون فوق ايش؟ فوق المتوسط. ار اس اي ممتاز، ستوكاستيك ممتاز، عندي الادنى 14 54. طب هل ممكن ينزل؟ ممكن ينزل. هل ممكن يكسر؟ ممكن. لا يوجد اي استراتيجيه مهما كانت دقتها تنجح بنسبه 100%، ما يوجد استراتيجيه ناجحه 100% في 90% في 85 80. في استراتيجيه الاخيره اللي ركبناها هنا، هذه استراتيجيه جربناها الاسبوعين اللي فاتت، حققت ارباح ممتازه جدا، اللي هي ماكد واحد تعتمد على ال4 ساعات واليومي، الحمد لله ولله الحمد والمنه. يعني ما بقول 100%، ما في 100%، 95% كل الشركات نجحت. نقي نجح، التصنيع نجح، النجم نجح، خدمات الأرضية نجح، زجاج نجح، الموارد نجح، سوليوشن نجح. طبعا طبعا سدا مو لا 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 سوليوشن نجح، الأبحاث نجح، تمام. طبعا هذا اللي قاعد أقوله الآن مو كلام، أي شخص متابع لجلسة إغلاق السوق راح يعرف جميع الشركات اللي تكلمنا عنها، ويعرف ان بعد التحليل بفضل الله تعالى ارتفع. تكلمنا على اكثر ايام 76 و77 وارتفع الى 84. تكلمنا على الالماني زمان طبعا، وتكلمنا على شاكر، والحمد لله التوفيق بيد الله عز وجل. احرص على متابعة جلسة إغلاق السوق، احرص على البث المباشر وقت السوق. تكلمنا يوم الأربعاء بشكل مفصل خلال جلسة تداول السوق، جلسة تداول السوق يوم الأربعاء تكلمنا على كاتريون، وتكلمنا على سوليوشن، وتكلمنا على أبحاث. فركز على جلسة تداول السوق، وركز على جلسة إغلاق السوق بالكامل. تحياتي لكم، أحدثكم أبو موسى العمري، رحبوا بكم مع منصة الربح السريع للمحترفين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.